السلام عليكم اخواني، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم اخواني سنلعب مهنة لاعب في فيفا 21 اخواني، الحلقة الخامسة ان شاء الله. فلا تنسوا تشتركوا معنا في القناة اخواني وتضغطوا زر الاعجاب اذا عجبكم الفيديو. فلنبدأ اخواني. اذا اخواني هذا المباريات الذي لدينا، سنذهب الان الى جدول الترتيب لنرى المباريات الذي لدينا. لدينا ليفانتي في الدوري، ثم اتلتيكو بلبار في السوبر الاسباني، ما لدينا سيلتا فيغو، ليفانتي، أتلتيكو بلباو إخواني في لا ليغا الدوري الإسباني. إذا الأسبوع سيكون خاص ومخصص للدوري الإسباني إخواني. إذا فلنمر، سنذهب الآن إلى مباراة ليفانتي والبارسا في لا ليغا. هذه هي المباراة إخواني، سنتخطى هذه المباراة. إذا انتهت 2-2 بين البارسا وليفانتي من الجولة 18 إخواني في الدوري الإسباني. إذا الآن لدينا مباراة مع بيلباو في السوبر الإسباني. لن ألعب هذه المباراة إخواني، سنرى النتيجة فقط. نرى النتيجة 3-0، فازت البارسا 3-0، أتأهلت إلى نهائي الذي سيجمعه بين الريال والبارسا. لن ألعب هذه المباراة أيضا إخواني، سنرى النتيجة. إذا 2-1 فازت ريال مدريد، أول لقب إخواني تخسر البارسا. الآن لدينا مباراة مع سيلتا فيغو، لن ألعب هذه المباراة أيضا. فازت البارسا 4-1 على سيلتا فيغو في الجولة 19 من الدوري الإسباني إخواني. الآن لدينا مباراة في كأس ملك إسبانيا، لن ألعب. 1-0 فازت البارسا. إذا فلننظر، هيا على النتائج. الآن لدينا مباراة مع ليفانتي، لن ألعب هذه المباراة إخواني. فازت البارسا 2-1، هذا من نتائج الجولة 20 من الدوري الإسباني. إذن هذه هي القرعة كأس الملك، جئنا مع بيلباو. سنلعب مباراة مع بيلباو في كأس ملك إسبانيا. إذن أنا موجود رأس الحرب، وأخيرا يا إخواني سنلعب هذه المباراة. هذه هي البداية، سنلعب في ملعب أتلتيكو بلباو. هيا فلنضغط من البداية، أريد أن أسجل في هذه المباراة لكي يطمئن المدرب. هيا اطلق كرة. هذه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الهدف الأول لي شخصيا يا إخواني، وأول للبارسا. إذن أول هدف أسجله يا إخواني في كأس الملك إسبانيا. هيا هذه هي لديمبيلي، لديمبيلي يطلق كرة، يلا ديمبيلي، ديمبيلي يرفع كرة، وراكيتيتش ليو يضع في الشبكة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ليونيل ميسي يضع الثاني للبارسا. إذا 2-0 أصبحت النتيجة بين البارسا وأتلتيكو بلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا. هيا 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 ديمبيلي، يلا ليو ليو، هذه لي. يا سلام، الهدف الثالث للبارسا. إذا أصبحت النتيجة الآن 3-0 للبارسا، دقيقة 67 من عمر مباراة أتلتيكو مدريد، أتلتيكو بلباو عفوا، والبارسا. هيا يلا 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 يلا، هذه أسيست أو سجلوا. يلا 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 يلا. إذن الآن ماذا؟ إذن المدرب يخرجني إخواني، وغدا المباراة على نتيجة 3-0، لنرى كم بقية النتيجة في النهاية. إذن 3-0 إخواني بقية النتيجة. هذه مباراة أخرى بين فالنسيا وفيلاريال، فازت فيلاريال 4-3 على فالنسيا. إذن هذه القرعة إخواني، فزنا 3-0. الآن سنلعب مباراة مع أتلتيكو بلباو أيضا، سنلعب في الدوري، أنا موجود. إذا فلنذهب لنلعب هذه المباراة في الكامب نو أمام جماهير البارسا، نريد أن نتألق في هذه المباراة إخواني. المباراة التي لعبناها الأولى
سجلت هدف فقط، يجب أن نسجل أكثر. يلا ديمبلي يطلق كرة، يلا يلا ديمبلي، يلا ليو 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 ديمبلي يضع في الشبكة. يا سلام ديمبلي يضع الهدف الأول للبارسا. يلا يلا دي يونغ، طلق يا دي يونغ، يلا 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 ديمبلي، هادي لي هادي لي، يلا يلا. لا لا خطأ خطأ للبارسا. يا هنا الركلة لي ميسي، لكن المدرب يخرجني اخواني على نتيجة 1-0. انتهت المباراة اخواني 1-0 على اتلتيكو بلباو، اللي جاو 21 من الدوري الاسباني. الان لدينا مباراة مع الافيس لربع نهائي كأس ملك اسبانيا. انا موجود راس الحربة، اذا فلنسجل اهداف اخرى اخواني لكي يطمئن المدرب. ألعب المباراة وأبقى في التشكيلة الرسمية للبارسا. يلا اضغط الركن في البداية، يلا يا ليو، اضغط يا ليو، يلا 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 ديو، يلا 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 وندفع البارسا، يلا يلا اطلق كرة، يلا هذي لي هذي لي هذي لي، يلا 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 يلا. يا سلام هدف أسطوري، يا سلام يا سلام يا سلام. 1-0 على النادي ألافيس. يا سلام، يعني إذا فزنا في هذه المباراة سنتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك إسبانيا. هذا يقول يلا يلا ليو، يلا اطلق كرة، يلا يلا يلا. آرثور كوتينيو، عفوا كوتينيو الذي سجل هدف ثاني للبارسا، أسيست مني. يا الله يا الله يا الله، هذه هي الرقصة المعهودة للبارسا. يا سلام يا سلام يا سلام. شوف شوف الأجواء. إذن هيا هذي هذي، يلا ليو يلا ليو سجل، يلا ليو. يا سلام أسيست، ولكن أحلام يا ليو. يا سلام يا سلام، أصبحت النتيجة 3-0 الآن للبارسا. هذا هو ليو، يا سلام عليك يا ليو. إذن 3-0، مباراة القمة بين ألافيس والبارسا. هيا يلا اطلق يا ليو، يلا هذي لي، يلا يا ميسي، هذي لي هذي لي. يا سلام هدف رابع للبارسا. يا سلام يا سلام يا سلام، هدفين عالميين في هذه المباراة يا اخواني لي. يا سلام يا سلام، اصبحت النتيجة الان 4-0 للبارسا، نتيجة مذلة. شاف 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 شاف، قطع الكرة والتسديد. يا سلام يا سلام، هذه خطأ خطأ لليو، هل يضع في الشبكة؟ يلا ليو، يا سلام عليك الليو، وضع في 90، وأصبحت النتيجة الآن 5-0. شوف 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 الإعادة، شوف 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 شوف. يا سلام يا سلام يا سلام، الحارس لم يرى شيئا. شوف 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 شوف، هذه بيل. يا سلام يا سلام عليك يا ليونيل. الآن يلا 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 اطلق كرة، يلا يا ديمبيلي، يلا اطلق كرة الركنية للبارسا. هذا هو ليونيل. إذا الآن المدرب يخرجنا أيضا في هذه المباراة. النتيجة كانت 5-0، لنرى كم بقيت النتيجة في النهاية. إذا 5-0 هي النتيجة النهائية. الآن تأهل البارسا لأن نصف نهائي كأس الملك إسبانيا. هذه النتائج الأخرى، البارسا ستتفوق على ألافيس، بانيول على أوساسونا. باقي النتائج، الآن لدينا مباراة أخرى مع ألافيس، لكن هذه المرة في الدوري. إذا سنتخطى هذه المباراة، انتهت 2-2 بين الفريقين. هذه النتائج الجولة 22. الآن لدينا مباراة كأس الملك مع فيلاريال، لن ألعب هذه المباراة. هل فازت البارسا؟ لنرى. هل فازت البارسا 4-1 على فيلاريال؟ الآن لدينا مباراة مع غرناطة في الدوري، لن ألعب هذه المباراة. ما هي فرنامور؟ من 4-1 فازت البارسا على غرناطة. هذا هو النهائي يا اخواني. انا هذا من الهدافين، ميسي هو الاول في المركز الاول، انا هو الثاني 4 اهداف.
ترتيب الدوري الإسباني يا إخوان، هي البارسا هي الأولى المركز الأول، وريال مدريد مع أتلتيكو مدريد في الجولة 23 يا إخواني. إذا سألوني الفيديو هنا يا إخواني، أشكركم على حسن المتابعة، ولا تنسونا الضغط على زر الإعجاب إذا عجبكم الفيديو، وتحياتي لكم يا إخواني، سلام.